مشاهدينا داخل الوطن وخارج الوطن، مشاهدين قناة يمن الشباب. اليوم معانا شخصية فريدة من نوعها، صاحب عقل مصفح لا يخترقه لا التفكير ولا الاستيعاب ولا الفهم. من اول ما تولى السلطة واحنا نسمع انه رجل مرحلة، ما كناش عارفين ليش، لكن الان عرفنا، لانه ما حد يشبهه خالص. ارطة الارطات، يقولوا له شمال شمال، يقولوا له يمين يمين، فعلا رجل مرحلة. لا اعرف حاجة ولا فاهم شيء، وما عنداش وقت لأي حاجة، لانه اصلا ما عنداش حاجة. يعني باختصار اكل المرأة وطير صلح. لكن الصراحة يميزه شيء بسيط، أجمل ما فيه ما يخليناش بدون ضحك بل خالص. يعني لما ضحكتم تجي لنا الاكتئاب، لازم انه كل فترة يظهر يسلي علينا من باب الترفيه لشعبه، يعني يحبكم. قائده بلا ميدان وفارس بلا جواد وشيخ بلا طريقة. المساومة عندها تكتيك، والرزوق شروط المرحلة، والهروب موهبة الوحيدة والمفضلة عنده. ينام يومين ويصحي يوم، إذا نام استبشر الناس خير، وإذا قام استأوذ الناس، إذا جاء أكل نفسه، وإذا شبع أكل الجيرة، لقى نفسه مزروع إنبان مغلى، يعني مثل يدق ما حد يفتح له. يلقبوها الكذيب أسد مفرشة. رحبوا معنا بضيف حلقتنا هذا اليوم. اهلا 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 وابدا، لغيبك لغيبك وابدا. مرحبا اهلا. 5 سنين وانا ادور عليك، فين انت؟ متى هاب؟ انا مسؤول على الشعب اليمني كله. مشاكل الشمال والجنوب، مشاكل الجنوب فيما بينه بين، مشاكل الشمال فيما بينه بين. واه 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 واه، انت تحل مشاكل كلها وانت راقد 24 ساعة. كم كذا؟ قل لي كم ترقد ساعات من يوم؟ من الساعة 12 الظهر لليوم الثاني الساعة 12. واه 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 واه، تحلت مشاكل كلها وانت راقدو؟ بيقولك أهل مكهف. الله يكون بعونه. ومن فين واتيو؟ من الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. ها، من أم رياض؟ نعم. باباك بأم رياض، بلغ ما ترجع بلادك. الحوثي سيطروا على صنعاء وعمران. تمام تمام، شلوا تئز وصنعاء ودمار وحديدة، لكن معك عدن، لما ما ترجعش عدن؟ خوف. خوف؟ ها، ومن ايش خايف؟ مناطقيين. ها، يعني صنعاء وعدن باكن لها، فين مجيش حقا؟ الجيش لم يكون في مستوى الوطنية، لم يواجههم مواجهة حقيقية. والحوثيين أخذت سلاح الجيش كله. ما علينا، خلينا الآن في البرنامج. من أتماك من أتماك بالبرنامج؟ علي محسن. علي محسن هنا؟ في هذا؟ يلا شدي شدي دورك بعده، ما تقلقش، شعمل حرقة راسك. يلا انت جاهزوا للمسابقة؟ نعم. متأكد؟ سوف يذهل الشعب اليمني. شكلك وافقوا من نفسك، وما شكل لا تذهلهم فوق ما هم مذهولين منك. وانا اقول وانا واثق. الله 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 الله، يا سلام يا سلام عليك، يستر على الثقة، ما ضيعتنا الا ثقتك. ته قل لي، فاهموا شروط المسابقة؟ كل حاجة. تمام يا كل حاجة. اسمع، انا شو اوضح لك، معك 3 اسئلة عشان توصل للمليون، ومعك 4 وسائل مساعدة. 1 اتصال بصديق، 2 حذف اجابتين، 3 تستشير الجمهورته كلهم تستشيرهم، 4 تلميح. تمام. السؤال يقول، فيان تقع محافظة مهرة، هل في اليمن أم في عمان أم في السعودية أم ما فيش محافظة بمرة اسمها مهرة؟ يعني
تقريبا يعني في منتصف الطريق بين شرق آسيا وأوروبا. واه اهدا اهدا لحظة ما أغرب وسائل مساعدة لتستعجلش. حاجة إلى التعاون. ما رأيك نحذف لك إجابتين ولا قل لك نتصل لك بصديق؟ نعم. بمن شان تصل؟ لا الأمم المتحدة. واه الأمم المتحدة كثيرين شا واحد بس نتصل إليه. الملك سلمان. الملك سلمان مين في أرهاب لك رقمه؟ خلاص اتصل لك اتصل لك بالسفير السعودي. سهل لك شجاوب بسرعة. نعم السفير. الكنترول يلا اتصلوا له بمسفير. يا لا لحظة الكنترول لحظة اتصلوا له. يا نسيت شعرفون انك هنا. كيف خرجت من السعودية؟ كانت طويلة قصة. جيت لابس من المعوز حقاً والمغطب هذاك والجميل. يا خطير هربت بالمعوز؟ ذكاء تكتيكي. ما شاء الله عليك ده انت طلعت تفكر مثل الأوادم. ها ومن فين خرجت؟ السقف مفكوك. واه السقف مفكوك؟ يا خطير وانت هربت من مصاد؟ يستاهلوا أمانة يستاهلوا. لا ما يخلوا حقهم من سقف مفكوك. خلاص أنا عندي فكرة. خلاص نتصل له لكن شو نقول إن مسابقة بمرياض تمام؟ يلا اتصلوا له الكنترول. اتصلوا للسفير السعودي. ألو السلام عليكم مين السفير السعودي؟ أهلا وسهلا حياك الله. أهلا الله يحييك. معك زنقرة من أشهر المذيعات بحول العالم. صديقك عبده هنا ويشاك تساعده بمسؤال. السؤال يقول في يام تقع محافظة مهرة، هل في اليمن أم في عمان أم في السعودية أم ما فيش محافظة بمرة اسمها المهرة؟ الرئيس عبد الرب المنصور هادي طبعا هو رئيس يعني نقلت له السلطة في عام 2012 تقريبا من علي عبد الله صالح. أنا أعرفه مشاكش تعرفني عليه. أقول لك ساعده بمسؤال في ينطقة مهرة. الجيش والمؤسسات والدولة العميقة موالي لعلي عبد الله صالح. لحظة وكان هو نائب الرئيس في نفس الوقت هو الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، لكن نفوذه داخل الدولة العميقة محدود. سكتة فضلا. ودعم دوليا ودعم من المملكة العربية السعودية ودعم من إدارات الدولارات اللي دعم الاقتصاد اليمني والشعب اليمني. خلاص يكفي. صلوا على النبي استهدوا بالله يا جماعة صلوا على النبي. ما نشوف كل الأوراق. خلاص انتهى الوقت شكرا لك يا سيادة السفير انتهى الوقت. وانتهى ايش من الأوراق ما تكشفها؟ الرجال يقول انك مدعوم بمليارات الدولارات. قل لي كم هبالك؟ 5 مليون. الصدق كم هبالك الصدق؟ 5 مليار. وين عندي اللي عندك؟ يعني آخر كلام 25 مليار. واتي وتدور حقي مليون حق مسابقة يعني في النت 25 مليار. واتي وتدور مليون وحق بنك مركزي في أين باكان؟ سحبوها إلى محافظة صعدة البنك حق عمر الانفصاد. سحبوها من البنك المركزي. يعني ضاعت فلوس مثل ما ضاعت البلاد. ما علينا خلينا في المسابقة. اختار رقم الإجابة يعني الجواب رقم كم؟ 4. يعني متأكد ان الإجابة رقم 4؟ ها؟ متأكد انه ما فيش محافظة اسمها مهرة؟ ما فيش. أثبت إجابة نهائية؟ نعم. نبتولها على الخيار الرابع. الإجابة غلط 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 غلط. هذا حيب أب عليك انت. مش عارف انه معك محافظة اسمها مهرة؟ واه 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 هذا حيب. اعرف كل شيء اعرف كل حاجة وانا ما جيت شيء يعني من كينيا ولا جدا. انا يمني. لا هي يا يمني يمني سألك بالله يمني ومنش عارف انه معانا محافظة اسمها مهرة؟ خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده. جاوبتش نستمر بالأسئلة. مجاوبتش خلاص تنتهي المسابقة تمام؟ جاهز؟ يلا الكنترول السؤال الثاني.
ركز معي. السؤال الثاني يقول: ما هي عاصمة اليمن؟ هل صنعاء أم أدن أم الرياض أم دمشق؟ خمسة. ما فيش خيار خمسة، بين واتي بالخمسة. أربعة. ثلاثة. باقي معك وسيلة مساعدة. هدأ ساعدوني أخرج من هذه الأزمة. تمام شن ساعدك؟ القنطرور. أحذف له إجابتين. القنطرور بقالك إجابتين. الرياض أم صنعاء؟ عاصمة لا نحميها لا نستحقها. يا سلام عليك، عاصمة لا نحميها لا نستحقها. شوف الناس كانوا ضابحين منك، يعني الإجابة رقم كم؟ إيش اللي عملنا بهذا العالم؟ ما عندنا أجر الناس يعني لهذا الحد يعني يكرهونا. يا أخي ما حد يكرهك ولا شي، صلي على النبي. الآن معك إجابتين. ما هي عاصمة اليمن؟ صنعاء، ركز، صنعاء أم الرياض؟ تفكر تفكر يا جماعة الخير. من فين انت هذا؟ من فين انت؟ ارجع رقد مالش، روح لي وتصم برنامج لك. مشاش رزقي على الله. We are here where you are. الله يحييكم.